أعلن سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم نشر جداول امتحانات الدور الثالث للشهادتين الإعدادية العامة والثانوية العامة، والتي تشمل طلبة التعليم العام والصناعي وطلبة المنازل والتعليم المستمر، وذلك في إجراء ينفذ لأول مرة لطلبة النقل في المدارس الحكومية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم. إذا سعادة الدكتور، نرحب بك في نشرة أخبار الثالثة. بداية، ما الهدف من استحداث الدورة الثالث للطلبة المتعثرين في الصف الثالث إعدادي والثالث ثانوي، والذي يطبق لأول مرة هذا العام؟ نعم، أسعد الله مساءكم بكل خير. كما تعلمون أن السنة الدراسية في مملكة البحرين تنقسم إلى الفصلين، الفصل الأول والفصل الثاني، وطبعا تكون هناك امتحانات نهائية في نهاية كل فصل. في هذا العام طبعا قررت وزارة التربية والتعليم استحداث دور ثالث للطلبة الذين تعثروا في امتحانات الدور الأول والدور الثاني من العام الدراسي المنتهي. الهدف من استحداث هذا الدور هو إتاحة فرصة للطلبة المتعثرين تحديدا في المستوى الثاني عشر وأيضا المستوى التاسع، طلبة الصف الثالث الإعدادي وأيضا الثالث. لا يخفى عليكم كان هناك تأثير كبير لجائحة كورونا التي مر بها العالم، وخصوصا على الأنظمة التعليمية. هذا طبعا أدى إلى وجود فاقد تعليمي لدى عدد يعني كبير من الطلبة في مختلف المهارات الأساسية، وأدى طبعا ذلك إلى تعثر عدد من الطلبة في تحقيق المتطلبات الأساسية للانتقال، سواء كان من الصف الثالث الإعدادي والحصول على الشهادة الإعدادية العامة إلى المرحلة الثانوية، أو طبعا التخرج من الصف الثالث الثانوي والحصول على الثانوية العامة. لذلك مراعاة لأوضاع الطلبة وانعكاسات فترة الجائحة في الفترة الماضية، طبعا قررت وزارة التربية والتعليم استحداث الدور الثالث لأول مرة، بما يتيح فرصة للطلبة المتعثرين على تحقيق متطلبات النجاح والانتقال إلى المرحلة الثانية. هذا طبعا يأتي مراعاة من وزارة التربية والتعليم لأبنائنا وبناتنا الطلبة، في نفس الوقت إتاحة الفرصة لهم لتحقيق النجاح بمجهودهم الشخصي وتحت إشراف المناطق التعليمية في جميع أرجاء المملكة. نعم سعادة الوزير، ماذا عن الطلبة المتعثرين في المراحل الدراسية الأخرى؟ طبعا إذا كان المقصود الصفين الأول والثاني الثانوي، سواء كان في التعليم العام أو في التعليم الصناعي، فإن هؤلاء الطلبة طبعا لديهم قدرة التعويض سواء لمدة سنة أو سنتين. طلبة الصف الأول ثانوي على سبيل المثال يستطيعون التعويض خلال السنتين القادمتين، فلا يوجد هناك من أمر يعني يدفع إلى عمل طبعا دور ثالث بالنسبة لهم، لأنهم بشكل طبيعي سوف ينتقلون إلى المرحلة التالية وسيحملون معهم المقررات التي تعثروا فيها، وسوف يتمكنون من اجتياز هذه المرحلة إذا ما قاموا باجتياز هذه المقررات. طبعا يستثنى من ذلك الطلبة الذين تعثروا في عدد كبير جدا من المقررات، هؤلاء سوف يضطرون إلى إعادة العام الدراسي حفاظا على مصلحتهم. الأمر نفسه بالنسبة لطلبة الثاني ثانوي، ما زالوا يملكون سنة للتعويض في المرحلة اللاحقة، وبالتالي استحداث الدور الثالث كان قصرا على طلبة الثالث الثانوي وطلبة الثالث الإعدادي، بما يشكله ذلك من تأثير مباشر على قدرتهم للانتقال إلى المرحلة اللاحقة. نعم سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.